كأمثلة للكونتينوس تايم سيجنالز، كمثال أولاني لو اكس اوف تي بتساوي سكوير روت اوف 2 كوزاين باي تي على 2 زائد باي على 4، السيجنال دي ماينس انفينيتي لانفينيتي. طبعا اول ما نبص لدي كده يبقى معنى كده هي انفينيت سبورت، اوكي، يعني هي فعليا لها قيم من ماينس انفينيتي لانفينيتي. طبعا بالشكل بتاعها ده كده هي طبعا ديترمينستيك، يعني ما فيهاش اي حاجه راندوم خالص، يعني هنا لو انا حطيت التي دي بتساوي رقم محدد هيطلع لي الفاليو بتاعت اكس اوف تي دي بتساوي كذا، ما فيهاش اي يعني احتمالات خالص. طبعا شكلها برضو عشان هي كونتينوس سيجنال وكونتينوس في الامبليتيود وكونتينوس في التايم، يبقى معنى كده بتكلم ان هي ايه، بتكلم عليها ان هي انالوج. الكوزاين سيجنال باي ديفينيشن بتبقى بيريوديك، اوكي، فمعنى كده انها بيريودك. اود ولا ايفن دي طبعا هي لازم نرسم دي طبعا عشان نتخيلها اكتر شويه، بس هي اكشلي لو انت رسمت السيجنال دي كده هتلاقي ان شكلها اود. اود معناها ان هي الحاجه اللي ناحيه اليمين عكس الحاجه اللي ناحيه الشمال، يعني نيجاتيف ساين بينها وبين ناحيه الشمال لو احنا خدنا الاوريجن هو اللي في النص. انفينيت سبورت زي كنا بنتكلم، طبعا لو احنا عملنا انتجريشن للسيجنال دي عشان نحسب الانرجي بتاعتها بتساوي كام هنلاقي انفينيت انرجي. هنتكلم طبعا على الديفينيشن بتاعت الحاجات دي بتفاصيل شويه يعني في نفس المحاضره دي قدام شويه. لو بتكلم على سيجنال تانية y of t بتساوي 1 plus j e to the j pi t على 2 ومن 0 لغاية 10. once ان انا شفت من 0 لغاية 10 دي معنى كده ان هي outside الرينج ده قبل الزيرو، يعني في negative values لل t، واكتر من 10 يبقى معناها انها صفر، يعني لازم اعرف على طول انها finite support. وطبعا نتيجة انها functional form بالشكل ده كده مفيش اي limitation عندي، مفيش اي quantization عندي في الامبليتيود خالص، يبقى معنى كده ان هي يعني وطبعا التايم بتاعي برضو يعتبر كونتينيوس، ما فيش اي حاجه تقول لي ان هو ديسكريتايز، يبقى معنى كده دي انالوج سيجنال برضو. وطبعا نتيجه ان انا لو حطيت التي يطلع لي قيمه محدده يبقى معنى كده انها ديترمينستيك برضو. نفس الكلام لو انا قلت ان سيجنال عندي بي اوف تي بتساوي 1 برضو نفس الكلام، عشان الرينج بتاعي دوت محدد وفاينايت يبقى معنى كده انها فاينايت سبورت. طبعا الامبليتيود بتاعها مش باين يعني عشان هو ليفل واحد بس هو فعليا طالما ما فيش ديسكريتايزيشن يبقى معنى كده ان هي انالوج، انالوج في التايم وانالوج في الـ في الـ في الـ يعني انالوج في التايم وكونتينوس في الامبليتيود، وفي الوقت نفسه ديترمينستيك، يعني هو قيمته قيمه الفانكشن دي مش بتتغير بطريقه راندوم.